تشغيل مفاعل الداينو. هيا اخطفت. محاولة اخرى. الرعد الخارق. اوه انهزم تشومب. وقريبا سوف يرحل. انت لم تفهم يا ماكس صحيح؟ لا يمكنك أن تهزمني. هيا البلورة الثلجية. أوه لا، يجب أن أبعد تشومب من هنا. أوه، من شغل مكيف الهواء؟ سيلوظ بالفرار. ماكس يحتاج إلينا. ها أنتم؟ ملح للجميع. أنتم لستم سوى زمرة من الفاشلين. انظروا إنه سات. هيا نلعب. تعالي باريس. هيا تشغيل مفاعل الداينو. إنه ديناصور قوي. استسلم سات، لا مجال للهرب. حقا؟ نعم، أنت محاصر تماما. ما كان هذا؟ انظروا إلى الأحجار، إنها طليقة. فلنأخذها. ماذا يجري؟ لماذا اصطدمنا بسفينة الأشقياء الصغار؟ لأن محركات عطلت بعد أن اصطدمنا بسفينتهم. تعلم، لا فائدة من الكلام. لكن المهم أننا أصبحنا خارج السيطرة. أجل، وستصبحون خارج العمل إلا إذا استعدنا التحكم. أعتقد أن الاهتزاز توقف أخيراً. هاي، هل الجميع بخير؟ أجل، والتحلية تكاد أن تجهز. أوه، على الأقل استفدنا بشيء. أنت قلت أننا لن نستطيع تحضير الحليب المخفوق بدون خلاط. أجل، لكن ما يقلقني هو من أين جاء ذلك الاهتزاز؟ يبدو لي كأنه اصطدام. أوه، لم نكن نضع أحزمة الأمان. شيء ما يجري هناك، ولكن ما هو؟ أنا أعرف ما يجري هنا. حفلة الحليب المخفوق والجميع مدعوون. أو في هذه الحالة لا بأس إذا اهتززنا قليلا. لما لا نصنع أكياس هواء مليئة بالحليب المخفوق؟ ستكون آمنة ولذيذة أيضا. أجل، لكن قد تكون باردة إلا إذا أضفنا بعض الشوكولا الساخنة أو بعض الرذاذ. ليت الأولاد كانوا هنا ليستمتعوا به معنا. الحليب المخفوق هو المفضل لدى ماكس. راكس كان يفضل البسكويت. قد يكون مضرا داخل أكياس الهواء، لكني سأجعله هشا. كم أتمنى أن أحضر فطيرة تفاح لصغيرة زوي ثانية. أحبتها كثيرا. لا، حفلة حزينة. العاصفة الثلجية. اضرب تشومب، اقضي على ذلك الكرايانوفوسورس. أرجوك، هجماتك بدون فائدة. صممت هذه الورقة الجديدة مؤخراً. جيد، أعتقد أنها تستحق المحاولة. هيا، الرعد الأخير. نجحنا. لا، أنا نجحت. يعيش الدكتور زي.
هيل، لا شيء يدعو للضحك أبدا، لقد اختفى سيت. هو ماذا؟ أين ذهب؟ وأين أحجار الكوزموس؟ إنها هنا. ها؟ أحسنتم، أحفادي حموا كل أحجار الكوزموس، هذا يعني أنها لي أنا. ليست كلها هنا. الحجر الأسود اختفى. ماذا؟ خبر سيء آخر، ورقة كارلوفوسوروس المهزوم اختفت أيضا. إذا عاد ذلك الديناصور لدي الكثير من الملح له. هيلغا، هل رأيت سيت بالجوار؟ لقد اختفى. هذا ما أتيت لأخبرك به، لقد مر بجانبي، كان ذاهبا لمكان ما بسرعة. هي، هل عثرت عليه ريكس؟ لا، بحثت في كل مكان. ماكس، لقد سقطت كبسولة ما من السفينة. جهازي كشف عن وجود شيء حي على متنه. أوه لا، تأخرنا. أين يذهب سيت؟ أنا أحاول أن أتعقب حركته. يجب أن نجده، حجر الكوزموس الأسود معه ولا نعلم ماذا سيفعل به. مهلا، هناك اتصال من سبكتر. أعترف أنني انخدعت بابتسامة ذلك المدعوس، لذا من الأفضل لي ولكم أن تسلموني إياه، وأفضل هذا الآن. يؤسفني أن أخبرك أنه لم يعد على السفينة. ماذا؟ أتقصد أنه هرب بكل أحجار الكوزموس؟ رائع جدا. مهلا، ماذا تحمل السيدة العجوز خلفك؟ من هي السيدة العجوز أيها المعذور؟ السيدة العجوز خلف تلك السيدة العجوز. أنا أدعى هيلغا. حسناً هيلغا، ما الذي تحملينه؟ يبدو كأنها مثل أحجار الكوزموس، لما لا تعطيني إياها كي أعيد للأولاد أهاليهم؟ ها؟ متأكد؟ قلت ذلك من قبل وكذبت علينا. نعم فعل، ما رأيكم أن أثبت أني تغيرت؟ لا، الحليب مع زبدة الفستق. أبعد خطافاتك عني. إلى أين تأخذنا؟ اهدعوا، أنتم محظوظون، سنطلق سراحكم ونعيدكم إلى أولادكم. يقايدون أحجار الكوزموس مع سبكتر بكم. ماذا تفعلون؟ لا فائدة من الجدال، لقد تمت الصفقة. لا أصدق أننا نعطي أحجار الكوزموس لسبكتر. الآن لنصبح ملك الديناصورات. ماذا لو سبب الأذى بواسطتها؟ ليس لدينا خيار. نعم، هذه الطريقة الوحيدة المتوفرة لنستعيدهم. من دون أحجار الكوزموس لنصبح ملك الديناصورات. سبكتر يقوم بأفعال شريرة. لن يستطيع سبكتر أن يفعل أي شيء بأحجار الكوزموس قبل الحصول على الحجر السابع. صحيح، وبما أن سيد أخذ الحجر الأسود سنعطيه فقط 6، لذا سنكون بأمان. كنا لنفعل نفس الشيء كي ننقذك جدي، وأنا متأكدة كنت لتفعل نفس الشيء معنا. نعم، هذا صحيح. أو كنت سأجبرك. لقد التحمنا بسفينة سبكتر، إني أفتح قوة التواصل الآن. ممتاز، أحضرتم أحجار الكوزموس، والآن أعطوني إياها. ليس قبل أن ترينا أهلنا. نعم، بالطبع، ها هم الأولاد. إنهما أمي وأبي. بني، تسعدني رؤيتك، كنا قلقين كثيرا. أنتم أثبتتم شجاعة فائقة خلال المحنة، نحن فخورون جدا بكم. نحن متأسفون لأننا تأخرنا في إنقاذكم. سبكتر، أنا سأحضر أحجار الكوزموس، استعد لإطلاق أهلنا. أنا جاهز تماما، في النهاية لقد اتفقنا. كيف مكانك ماكس؟ ماذا الآن؟ افتقدناكم من قلبنا، لا نريد شيئا سوى اللقاء بكم مجددا. لا يمكنكم فعل هذا، لن نسمح أن يضع سبكتر يديه على الأحجار. لكن دكتور تايلر، إنهم يحاولون تحريركم، أشكرهم فحسب. أنا موافق، كل الأزمنة والأمكنة مهددة هنا، لن يأخذ سبكتر تلك الأحجار. انسوا الأمر، سنبقى هنا. أنت لست متعاونا، لا تصغي إليهم، فقط سلمني الأحجار. في النهاية أنت متشوق لأن تضم والديك. أجل بشدة. ماكس، يجب أن تصغي لعقلك لا لقلبك. ولكن أبي. لا تعترض بني، إذا أعطيتهم الأحجار سوف تعاقب، هذا إذا رجعنا إلى البيت. لا تلفاز ولا كمبيوتر. وأنت أيضا زوي، احتفظي بالأحجار، هل سمعتني؟ لكن أبي. إنهم يراوغون وليس لديكم الكثير من الوقت. أجل، نعرف هذا، سبكتر لن يحصل على أحجار الكوزموس السبعة، لأن الحقيقة أننا لا نملك إلا 6 أحجار فقط. ماذا؟ فقط 6 أحجار؟ ماذا حصل للحجر السابع؟ عندما هرب سيت أخذه معه. حتى في غيابه يسبب لنا المشاكل. حتى لو كانت أحجار الكوزموس تنقص واحدة، فالمخاطرة ما زالت موجودة. مصير الجميع يعتمد عليكم، لا
لكن لا تظن أننا لا نحبكم. فعلا لأننا نحبكم نحن نفعل هذا. لا أبي لا تقلقوا علينا، سوف نكون بخير. جوناثان، سأصدر أمرا حالا، أغلق قوة الاتصال وانفصل عن سفينة سبكتر. لا جوناثان لا تفعل ذلك. أنا مضطر، برمجتي لم تترك لي خيارا. لماذا تقفون مكتوفي الأيدي؟ حددوا المسار، يجب أن نلحق بهم. لقد حددت مسارا، لكن لدي مشكلة بسيطة في اللحاق بهم. ماذا تقولين؟ المحركات ما زالت معطلة، لن نتمكن من الذهاب لأي مكان قبل تصليحها. لكن لماذا لم يفكر أحد منكم بتصليحها إذن؟ كنت سأفعل هذا، لكن حينها أنت بدأت تثرثر، ألم تفعل؟ أفسدت كل خطتي، شكرا لك. الآن بت تعرف كيف نشعر عندما تطلق العنان لأغانيك المملة. لا داعي للإساءة، لكن إذا كنت تفضل هذه الطريقة فأنا أعرف كيف أسيء للآخرين. أنا آسف ماكس، اضطررت أن أقفل القوة، ليس أمامي خيار. لا بأس جوناثان، أعرف أنك مضطر، لكن كدنا نستعيدهم. أعرف، لكن لم نحصل في النهاية سوى على صدمة جديدة وطيارة ورقية. ما الأمر ماكس؟ إنها طائرة ورقية صحيح؟ لا، إنها ثلاث أوراق. هذه وصفة أمي عن الحليب المخفوق. أنا معي وصفة أمي لفطيرة التفاح، إنها التحلية المفضلة عندي. وإن ورقتي تحوي وصفة البسكويت الهش جدا. أعتقد أنهم أرادوا أن تعرفوا مدى اهتمامهم بكم. وبما أنهم ليسوا هنا تركوا لكم أثرا منهم. أليس هذا من أكثر المواقف رقة وحنانا؟ لا أعرف هل أبكي أم أبتسم، ما شعورك أنت آد؟ حزين سعيد، ولأكون صريحا أنا جائع. هاي، لماذا لم تخصص لنا وصفات خاصة عندما كنا ثلاثة صغارا؟ صنعت براوني مرة، لكن لحيتي علقت في الخفاق وظلت رائحتي حلوة لعدة أسابيع. لهذا السبب تم تصنيعي بعد فترة قصيرة. أنا لا أصدق. ما الأمر؟ إذن ألم تتمكن من الاتصال بباكلاند بعد؟ ليس بعد، هناك بعض التشويش الذي يمنع تأمين الاتصال، وكأن أحداً ما يحاول الدخول إلى موقعنا الإلكتروني. عزيزي، اشتريت لنا الغداء، أنا جائع جداً. إنه ديناصور، ولكن كيف دخل إلى هنا؟ سأقول لك كيف، سات. هذا صحيح، أفرحتكم رؤيتي؟ أصلياً على التقديم أدوكم. تعقبت ست إلى زماننا، متأكد؟ أنا أخشى ذلك ماكس، لقد التقط إشارة من مختبر الداينو وتتبع الإشارة مباشرة إلى المختبر. ذلك هو مختبر الداينو. ماذا تنوي أن تفعل؟ هذه ليست طريقة لطيفة للترحيب بي. أين ريز؟ أين الآخرون؟ أيها الثعبان، صفوني كما تشاءون، لكن إذا لم تعطوني أحجار الكوزموس الستة سأقضي عليهم. أنت متأكد؟ جوناثان، حدد مسارنا إلى مختبر الداينو في الحال، سننقذهم. كما تريد ماكس. إنها ديناصور. أرجوكم يجب ألا تعودوا إلى الحاضر. ماذا؟ يجب ألا تدمج أحجار الكوزموس سويا، هناك خطر كبير إذا اجتمعت الأحجار السبعة سويا. أتوسل إليكم. لكن يجب أن نعود إلى الحاضر. أصدقاؤنا هناك بحاجة لمساعدتنا، إذا لم نفعل شيئا سيقضى عليهم. لكن إذا عدتم سينتهي كل الزمان والمكان أيضا. حتى لو أردنا العودة فقط فات لوان، ناقلة الزمن تسحبنا إلى الداخل. في هذه الحالة تمسكوا جيدا. مختبر الداينو تحتنا مباشرة، وكذلك سيت وديناصورة. إذن لا وقت لنضيع. توقعت هذا. لا تقلقي ريف. ما رأيكم لو تسرعون؟ نعم، لأن أحدهم جائع وأنا لا أقصد نفسي. سيد، أطلق سراح أصدقائنا، أما حسابك فمعنا نحن. قلت لكم الطريقة الوحيدة لإنقاذهم هي بتسليم تلك الأحجار. لكن ألا تعرف ما قد يحصل إذا جمعت سويا؟ كل العالم، كل الزمان والمكان، كل شيء يمكن أن تتخيله سوف يدمر. حسنا، لا تصدق كل ما تسمعونه،
هناك نظريات أخرى حول ما قد يحصل، نظريات أنا درستها بعناية. أثبتت أبحاثي التي أجريتها أنه إذا اجتمعت الأحجار السبعة سويا، نعم سوف ينتهي العالم، لكن مكانه سيبدأ عالم جديد، عالم أحكمه أنا بنفسي. كفى، أنت مجنون رسمي، تخطط لتمحو كل شيء، تقضي على كل الزمان والمكان فقط لتبدأ من جديد وتكون أنت الحاكم. أنت فقدت عقلك، هذه أغرب أفكار سمعتها في حياتي، هذا منتهى الشر. يبدو لي كلامه منطقيا. اصمت دكتور. ماذا أبديت رأيي؟ حسنا، إذن لن تقبلوا بالصفقة. في الحقيقة تصورت أنكم لن تقبلوا، لهذا السبب وضعت الخطط البديلة. أحجار الكوزموس معا. أظن أن جوناثان معه. أحجار الكوزموس كلها لي، لكن لا تخافوا، لدي شيء لكم، لكن أخشى أنه لن يعجبكم. أنت اللورة الثانية. لا، من أغراضنا انهزمت. لا عزيزي تاري. زوي، يسعدني أنك بخير. بسرعة سات يهرب. أوقفوه. أنا على استعداد. الواقع أنا على هيلجا. هاي توقف أيها الشرير، هذه الأحجار لي، أقصد لنا. توقف. إنه شجاع. هاي انظروا هناك. القائد الصباح. إلى جانبي حامل الرمح وللتحلية الإبر الحادة. إنه سبكتر. رائع، ألا يكفي ما فعله؟ ماذا يريد الآن؟ أحجار الكوزموس. كان ذلك سهلا جدا، أخيرا حصلت على أحجار الكوزموس السابعة. إنه يدمجها. لا تفعل ذلك، هذا خطير جدا. ولكن ما الذي يجري هنا؟ مهلا لحظة، هذه تيروسور، هناك خطب ما. أحسنت أيها الرئيس، العالم أصبح لك، هل تفكر بالمشاركة؟ أستطيع الحصول على قمر. مهلا مهلا، هناك أولويات، فلنختبر هذه القوة الجديدة على ديناصوراتنا. برونتوكين لا تقلق، سوف أزيد قوتك أيضا. من يحصل على أحجار الكوزموس يكتسب قوة لا متناهية، لا شيء في الكون يمكن أن يوقفني الآن. دعونا نخزن هذه الطاقة بمكان آمن، هلا فعلنا. سبكتر، أنت مجنون، مجنون، أنت لا تعرف ماذا فعلت. لدي شعور أنه سيعرف بطريقة قاسية. نعم نعم، أتشعرون بها، السفينة تمتص كل الطاقة من الأحجار. ماذا يجري؟ ما هذا الاهتزاز؟ لست متأكدة، لكن يظهر أننا خطونا خطوة أكبر منا. لست متأكدا، أنا خطواتي لا بأس بها. هذا مجرد تعبير أيها الغبي، هي تقصد أننا في ورطة. واو، تلك الخيمة غاضبة. يا للهول. لا تقفوا وتتفرجوا أيها الحمقى، افعلوا شيئا وبسرعة. أرأيت
أتذكرون ما قالته تيروسور بخصوص تدمير الزمان والمكان في حال دمجت أحجار الكوزموس معا؟ أعتقد أن هذا يحدث الآن.